السلام عليكم، احنا بنستكمل التدريب تبعنا اللي خاص بتوزيع الأرباح والخسائر على الشركاء في شركة الأشخاص. طبعا في التدريب الثاني أو المطلوب الثاني بيقول لي بافتراض إنه في عندي نت إنكم 40,000، في عندنا ستيل أند هاريس آر جيفن سالري ألاونسز، هدول بياخدوا رواتب قبل ما يتم توزيع باقي الأرباح أو الخسائر على الشركاء. عشان كده بيقول هنا 15,000 و10,000 بياخدوها ستيل أند هاريس، فستيل بياخد 15,000 وهاريس بياخد 10,000 ريسبكتيفلي على الترتيب. The remainder is shared equally. الدخل المتبقي أو صافي الربح المتبقي يوزع بالتساوي على الشركاء. تنسوش انه احنا عندنا ثلاث شركاء، في عندنا ستيل وعندنا هاريس في عندنا بلين. فتباعا تعال نشوف الاول الحسبه اللي هنا بعدين نكتب القيد تبعنا. فكانه بالاول بدنا نيجي نقول يساوي، بنجيب صافي الدخل او النت انكم هنا، الالاونسز زي ما انتم عارفين يساوي، طبعا بدنا نجيب هنا الراتب تبع الاولاني عندنا اللي هو عباره عن ستيل، وعندنا ايضا كمان في عندنا هاريس. طبعا من حقه ستيل ياخد 15,000 والتاني اللي هو هاريس ياخد 10,000. فاجمالي السالري الاونسز اللي هو مقابل المكافأة السنوية او الراتب السنوي، في عندي اجمالي اللي هم التنين 25,000. ريميندر المتبقي من صافي الربح يساوي زي ما انتم عارفين هذا ناقص هذا، نت انكم ناقص الموزع كسالاريز. الان المتبقي يوزع زي ما بيقول لي ذا ريميندر از شيرد ايكولي، فكانه كل واحد من الشركاء بياخد هذا على ثلاثة لانه بالتساوي بياخد 5,000. الآن هيك صار البيانات بتلزمنا كتابة القيد صح. فهنا باجي بقول هنا income summary، طبعا وباجي هان بدي اخد زي ما تو حسبنا، في عندي ستيل كابيتال وفي عندي الثاني اللي هو عبارة عن هاريس وفي عندي بلين. هذا القيد تبعنا اللي هو بنقفل فيه قيمة المستحق لكل شريك من الشركاء. طبعا قيمة النت انكم 40,000 اللي تم توزيعها، طبعا بالنسبة لستيل حياخد راتب زائد حصة قيمتها 5,000 اللي هو قلنا المتبقي اللي هم 15,000 يوزعوا بالتساوي على الثلاث شركاء، فهو بياخد 5 اللي هو حصته بالتساوي مع الآخرين زائد راتبه. هذا قيمة المستحق له واللي بتم تعليتها على حسابه الجاري. أيضا بالنسبة لهاريس، هاريس بياخد راتب زائد حصته اللي هي برضه 5، فكأنه 15,000. بالنسبة للشريك الثالث اللي هو بلين بياخد بس 5,000. وبهيك بيكون كتبنا القيد تبعنا income summary، ستيل كابيتال، هاريس كابيتال، بلين كابيتال. طبعا من باب الفيريفيكيشن او التحقق تنسوش انه هذا بيساوي ال 40,000 اللي احنا يعني وزعناها، ولكن المرة هذه بيختلف عن المرة اللي فاتت انه طلعنا راتب لكل من الشريكين ستيل وهاريس والباقي وزع بالتساوي. وبهيك بيكون خلصنا المطلوب الثاني، والجيت ان شاء الله بنتطرق للمطلوب الثالث.